ازيكم؟ اقوى افلام 2024. تخيل ان انت روائي وبتكتب قصص جاسوسية، لكن بتتفاجئ ان كل كتاباتك ما هي الا تجسيد لواقع بيحصل فعلا. ومع مين؟ ده مع شبكة جاسوسية كبيرة جدا وخطيرة، وده اللي بيحصل مع برايس دالاس هاور اللي بتطلع في الفيلم ده باسمها الحقيقي. لكن يا ترى ده بيحصل ازاي وايه اللي هيحصل لها في الفيلم؟ فيلم ارجايل من اخراج ماثيو فول اللي قدم لنا سلسلة كينجسمان، والفيلم من نوعية افلام الحركة والجاسوسية الممزوجة بالكوميديا، نفس ستايل كينجسمان بالظبط. الفيلم مستوحى من رواية الكاتبة إيلي كونوي. الفيلم كمان بيضم هنري كيفل وسام ريكويل ومعاهم جون سينا وسامويل الجاكس. ومن المتوقع الفيلم يعرض في السينمات يوم 2 فبراير. بالمناسبة الفيلم كمان بيشارك في بطولته دوا ليفا. ودي تنسي، انا عايز اسالك سؤال، هو كام فيلم من افلام عالم مارفل او سوني اتعرض الفترة اللي فاتت وكان على قد المستوى؟ ممكن تفتكر بس سبايدر مان نو واي هوم، وممكن تقول لي فينوم، وتجيب لي من زمان جدا وتقول لي ثلاثية افنجرز. طب يا ترى مدام ويب هتكون على قدر المستوى ولا هتخيش زي موربيوس؟ طبعا فيلم مدام ويب بيجي في فترة من حالة عدم الاستقرار اللي بيعيشها عالم مارفل السينمائي، وداكوتا جونسون اللي بتلعب شخصية مدام ويب هتكون في حالة حرجة جدا. هل هتقدر تنجح الشخصية ولا للأسف هيكون مصيرها زي موربيوس؟ الإجابة هنعرفها يوم 14 فبراير لما الفيلم هيتعرض في السينما. انتوا ايه رأيكم؟ بعد جزء اول اثار جدل كبير وابهر الناس بصريا ودراميا وحاجات تانية كتير وانا ما اتفرجتش عليه، 2024 بيجينا بالجزء الثاني من دول، علشان دينيس فيلنوف مخرج هذا الفيلم يستكمل الملحمة اللي قدمها لنا الروائي والكاتب الكبير فرانك هاربر في مجموعته الخاصة بدور. انا ما شفتش الجزء الاول فما اقدرش اتكلم او اقول انا متحمس ولا لا، لكن هتفرج عليه. انا عامل زي الطالب الفاشل بيجي في نهاية قبل الامتحان بذاكر قبل ما امتحن، فانا هتفرج على الجزء الاول قبل عرض الجزء الثاني بيوم واحد علشان اربط الاحداث ببعضها واستمتع بهذا العمل. سبايدر مان بيوند ذا سبايدر فيرس، السلسله الاقوى في سبايدر مان، بيجي في جزءه الثالث يوم 29 مارس. بس كده مفيش اي كلام تاني يتقال عنه. خلونا نروح لقصه غريبه. امريكا بتغرق في حرب اهليه، وده خيال اكيد، بيجسده المخرج اليكس جارلاند في فيلمه الجديد الحرب الاهليه او سيفل وور. وكل اللي نقدر نقوله ان الفيلم ده هيثير الكثير من الجدل، وده ليه بقى؟ لان الفيلم بيصور ان امريكا بتدخل في حرب اهلية بيؤدي الى تفكك الولايات المتحدة. واللي عارف المخرج ده كويس اكيد عارف ان هو شاطر جدا في تقديم الاعمال اللي بتتكلم عن نهاية العالم، لكن هنا في شيء مختلف لانه بيتكلم عن نهاية امريكا نفسها. الفيلم من بطولة كريستين دينست وجيس فليموس، وهيعرض يوم 26 ابريل. من اقوى اعمال 2024 كمان هنشوف الجزء الثاني من ماد ماكس مع ماد ماكس ساجا، علشان يكمل معانا جورج ميلر سلسلته الاطول في السينما وماد ماكس اللي بدأها سنة 1979. في الجزء ده انيا تيلر جوي بتقود هذه الملحمة اللي بتيجي احداثها قبل احداث الجزء الاول، والفيلم هيكون في السينمات يوم 24 مايو. Kingdom of the Planet of the Apes، كوكب القرود، مملكة كوكب القرود، جزء جديد بيعود الينا عن هذه السلسلة الاغرب ان القرود تتحكم في العالم. سلسلة بدأناها سنة 1968، والجزء ده بالتحديد بيرجعنا لهذا الزمن، الزمن اللي فيه القرود بتتحكم في كل حاجة والبشر عبارة عن حيوانات في قفص القرود. وقصة الفيلم بتتكلم عن ما بعد احداث سيزر، سيزر اللي هو قاد ثورته على البشر وسيطر على العالم. هنا الفيلم ده بعد سيزر ما مات ايه اللي حصل؟ وبالمناسبة الفيلم ده بيجي بمخرج جديد اسمه ويس بيل، المخرج ده اللي قدم لنا سلسلة The Maze Runner، والفيلم هيكون في السينمات يوم 24 مايو. لو انت من متابعين جون ويك هنا ليك وقت، احب اقولك ان يوم 7 يونيو هيجي فيلم من العالم الخاص بجون ويك وهو باليرينا مع أنا دي أرماس، والفيلم ده احداثه هتدور في الفترة ما بين الجزء الثالث والجزء الرابع من جون ويك، وممكن كانو ريفز يظهر في الفيلم ده احتمال. من كام سنة لما ريان رينولدز وهيو جاكمان قابلوا بعض وقعدوا مع بعض قلنا بس يا معلم ديد بول الجزء الثالث هيكسر الدنيا، واحنا في 24 هنشوف الجزء ده ان شاء الله. يوم 26 يوليو بالتحديد الجزء الثالث من ديد بول هيكون في السينما مع قصة سريالية ومغامرة جديدة كوميدية فيها حاجات غريبة مريبة مع ديد بول وولفر. طبعا الفيلم احداثه لسه مش واضحة قوي، لكن اكيد الثنائي دول هيعملوا عظمة. انتوا ايه رأيكم؟ انا عن نفسي متحمس جدا. انا بصراحة مكسوف اكلمكم عن الفيلم اللي انا هتكلم عنه دلوقتي،
الجوكر الجزء الثاني. الجوكر طلع يغني ويرقص مع ليدي جاجا. الفيلم اللي هيجي في جزء ثاني مليء بالاغاني والموسيقى، فيلم استعراضي. الجوكر طلع يرقص، اجيب لك باتمان منين انا دلوقتي عشان يظبطك. المهم احنا قدام امر واقع، الجزء الثاني من الجوكر هيكون فيلم استعراضي غنائي موسيقى. بس خواكين فينيكس يا ترى هيعمل ايه؟ هذا الرجل المركب السايكوباتي، لكن في هذا الفيلم ايه اللي هيحصل؟ ايه الحكاية؟ ايه الرواية؟ تابعونا عشان تعرفوا اصل الحكاية. تعرفين انا قررت على عمرو اديب. المهم الجوكر الجزء الثاني هيكون في السينمات يوم 4 اكتوبر. هل انتم متحمسين لهذا الجزء بتفاصيله ولا هتعملوا له سكيب؟ اشوف رايكم في التعليق. شهر نوفمبر نحن على موعد مع فينوم الجزء الثاني، الشخصية الاكثر جماهيرية في عالم مارفل في سوني بعد سبايدر مان، الشخصية اللي عاملة نوعا ما بعض التوازن مع توم هارد، الشخصية اللي مش عارفين احداثها هتبقى ماشية ازاي في هذا الجزء، خاصة بعد ما احنا قدامنا نهايتين، نهاية الجزء الثاني نفسه بتاع فينوم اللي ممكن يقودنا لجزء ثالث عادي جدا ونشوف مغامرات اخرى لهذه الشخصية، او جزء ثالث من تبعات سبايدر مان وي هوم. فيا ترى فينوم الجزء الثالث هيكون ماشي في انهي اتجاه؟ مفيش تفاصيل، مفيش حاجة ممكن نعتمد عليها غير ان الفيلم ده هيجي يوم 8 نوفمبر بعد 24 سنة خدمة في ثانوي. جلاديتور الجزء الثاني بيجي سنة 2000، اتعرض في السينمات جلاديتور مع راسل كرو، فيلم كان ملحمي في وقته، وبعد 24 سنة بيجي الجزء الثاني علشان رادلي سكوت يقدم لنا هذا الجزء بتقديمة جديدة بشخصيات جديدة. لكن الفيلم باختصار بيتكلم عن لوسيوس ابن ماكسيموس اللي هو كان راسل كرو، وهنشوف لوسيوس بيبقى امبراطور. فايه اللي هيحصل له في هذا الفيلم؟ هل تتوقعوا ان الفيلم ده هيكون ملحمي زي الجزء الاول، ولا هيكون رادلي سكوت بيكتب نهاية كل حاجة بعد ما شفنا نابليون عمل فيه ايه؟ فهل احنا قدام حاجة هيكون كريدت حلو، ولا هنكسر كل اللي فات؟ انتوا ايه رايكم؟ دي اهم الافلام اللي هنشوفها السنة دي ان شاء الله في 2024. طبعا ممكن في لحظة كده تظهر افلام من العدم، اوبا الحق ده فيلم طلع، بس ده في الاجنبي ما بيحصلش. فالسنة دي سنة فقيرة نوعا ما بالاعمال القوية، يمكن بس رادلي سكوت وجلاديتور والجوكر في الجزء الثاني ممكن يكون هما دول اكتر الافلام اللي يكون عليهم العين السنة دي. لكن في افلام تانية ممكن تكون مفاجأة زي مثلا سيفل وور. بقية الاعمال انا كنت شايفها، طبعا مش ده كل الافلام اللي هتيجي في 24، في افلام تانية كتيرة جدا، لكن انا شايفها عبارة عن حشو، احنا بنحشي السنة علشان نعبي افلام، ودي الافلام اللي هتكون مفيدة وقيمة وهتبقى خارج مبسوط اتفرجت على عمل سينمائي وانت مستمع. انا عايز اعرف رايكم في التعليقات، ايه اكتر فيلم اللي انا اتكلمت عنه انتم يعني منتظرينه، وايه الافلام اللي انا ما قلتهاش وفعلا تستحق ان احنا نتكلم عنها؟ يا رب اشوف تعليقاتكم في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يجيلكم كل جديد في هذه القناه. انا مصطفى مازن وده محتوى سينمائي، ادخل برجلك دي.